الجزيرة تحديدا؟ ثانيا قد تضمن قبل بعض الإعلاميين الجزيرة كقناة رأيي أنا رأيك كيف الجزيرة كقناة؟ شكرا. أنا الحقيقة الإخوة باتوا خاضوا عند الموضوع من مختلف الزوايا تقريبا. قرب آراءهم دور آرائك. لا لا طبعا شفت أنا الإشكالية المطروحة عندي اليوم جزيرة قناة عند خط التحرير عند دورها اللي تقوم به هذا مبدئيا. مبدئيا قناة من أوسع القنوات التلفزيونية للميديا كاملة للإعلام كامل من أكثر انتشارا ومن أكثرهم اللي تأثير على واقع المنطقة اللي هي منها اللي هي المنطقة العربية الإسلامية. تأثير ذي ذات هذا اللي منه بكري وفيه اللي منه ملي على أرض الواقع عن طريق ذوك الثورات اللي فاتوا خلفوا قدر من الامور فات نرجع ليها ومازال تشتت اخبارها ونقول لا نقول هيك. انا مبدئيا بغض النظر عن راي الجزيره مبدئيا كيفكم كاملين وكيف الناس كامله ما راه اللي اعلن اي وسيله اعلام يلا تعود يكون عندها الحريه اللي اعطيها القانون واللي اعطيها الشرع واللي اعطيتها لا ديونتولوجي مالي واعطيها الانصاف عنها اخلاقيات المهنه عنها اخلاقيات المهنه اخلاقيات اوكي عنها يلا تعود تمارس مهامها بدون اي ضغط خارجي وعنها اغلاقها او المطالبه باغلاقها عنه يلا يعود خارج نطاق المعقول. هذا مبدئيا هذا ينطبق عندي على جميع وسائل الإعلام. غير الإشكالية المطروحة بالنسبة لي بساطة من ذوي قرب ومطروحة في كل بلد مطروحة هون على مستوى نحن المحلي مع إعلامنا المحلي مطروحة على المستوى العالمي مطروحة أساسا به اللي الإعلام اليوم ما هو الإعلام اللي له 10 سنين تغير بشكل غريب ومنظومته تغيرت وتأثيره تغير وواقعه تغير. الإشكالية اللي مطروحة من رأيك حرية الإعلام مطلقة ليك بدون قيد أو شرط يعدل اللي يبقي بدون حساب ولا بد من تم خالق به اللي أخلاقية ما الله يخلق في شيء ولا الله يضايق ولا يلا ينهار قاعد معه والصحفي عنده حصان كيف الإعلام اللي يشتغل فيك إلى ما بقى ما عدل ما يلا يحكم ولا يلا يضايق ولا يلا يكمل ولا يلا يا قير من دراي كان التكميم وهو اللي الكلمة اللي مناسبة لبعض الحالات والله يا كان ضوابط الإعلام القانونية الإنسانية ليك اللي تابع الحالات قاع القصوى يعود فيها أمن البشر يعود فيها الدولة يعود فيها حالات إنسانية يعود فيها هتك إحساس المشاهد قاع خليني من جميع المنظومات الأخرين اللي المعايير الأخرين اللي بدون طرفه هذا السؤال هو اللي لين يجاوبوا عليه لين نحلوا مشكلتنا مع الجزيرة ونحلوا مشكلتنا مع إعلامنا نحن هون ونحلوا مشكلة الإعلام اللي عاد داخل بالمنازل واللي فايدين الشاشرة واللي تابلت بالإنترنت سمعتكم في تلفونات هذا السؤال الإعلام اليوم عاد في تناول الجميع التلفزة حد قلعها عن القمر الصناعي ما حجبها بهذه عاد كامل الإنترنت سمعتكم التلفزة عاد هي الورانية عادة جدات للي خالق من وسائل الإعلام خالق المتناول اللي هو تناول حتى الأطفال سمعتني انا قد نعود لمدرسه مختلفه عن مدرسه الجزيرة هذا اكيد يعني مالك مع خط التحرير انا قد نعود مدرستي انا بالاعلام مختلفه عن مدرسه الجزيرة وقد نعود انطلاقه الجزيره يواجه اماكن تحيز جغرافي قاع متاحه لي في الجزيره هذا واضح مرحله الانبهار ما اخذت عليه
اللي خاض عليها اللي خاض عليها غير ما هو واحد ولا لا 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 شتى اللي رايت من الناس كامل فاتحه الدنعود مالي متابعينها حتى مفاصل من اسماء نجومها واذا بعد اللي من نجها ليان اللي قليل اول شيء اول شيء هذا نقول لك مازلنا في بداياتها هي وشوفتي لها الاول جيت هون لموريتان وهي الناس كامله شادها على الجزيره وهي الناس كامله تعرف الجزيره وتعرف فرد فرد الجزيره هي اول قناه اخباريه عربيه ما كانت سبقتها واحده خالقين قنوات كانوا اخباريات ناطقات بالعربيه غير مهم عربيه كي البي بي سي داكور معناها انها هي اول قناه تجبر فيها المشاهد العربي والشارع العربي نفسه صورته شاف فيها راسه هذا السبق ما هو قد شيء ما هو قد شيء ثانيا هي اول قناه عربيه تعدل شبكه مراسلين في انحاء المعموره كامله هذا لين نساونها تابعة للدولة اللي قالها قطر انها تقدر تأدي أدوار أخرى وأي شيء سياسي معناها أنها تواجدها في العالم كامل على الكرة الأرضية كاملة أعطاها ملي ذيك المكانة على أن ما خالق حد يسوى هو منها موجة بالرسول الجزيرة يقير أعطاها اللي نقول لك الأخر أعطاها شبكة ما لي لها نقول استخباراتية لها نقول لا إخبارية إيه في العالم برا في العالم كامل والله أعطاها لكسي على جميع الفاعلين في العالم لا هو قاعد لا العالم العربي العالم يعني تكي استاهيتي لا يتجبر فيه الجزيرة ولا يتجبر إعلاميين تاهيتي عندهم علاقة بالجزيرة ولا يتجبر سياسيين تاهيتي عندهم علاقة بالجزيرة اسمعني ولا تقيس بوركينا فاسو لا يتجبر ولا تقيس فنزويلا لا يتجبر معناها أن هذا الحضور قوة ما عندي شيء نقدر مثلها لك به ما الى عاد الاعلام قد يعود قوه يسوى هي اسمها اللي لحقت منه الجزيره بهذه الشبكه اللي هذا التواجد ما هو عن حد يسوى هو جيد وهذا قطعا عنه السلاح حني شوي هذا قطعا عنه السلاح اخير من اشبه منه القنبله النووي هي اللي قد يعدل ذاك اللي يبقي في بل منين يبقي الا سون كارني دادريس وحده في العالم كامل مع الناس كاملة إيه والرأي والرأي الآخر زين يقير الرأي والرأي الآخر يعطيني على ميانة على الصلة بك أنت وعلى الصلة بك أنت وفعلا في مرحلة معينة تنفع على كنت لين يعود ذاك مناس تريد تود الناس بالسياسة أخرى وعقب ظهر الإيان على ذا الجهاز الإعلامي اللي قالوا جزيرة أنه هو الواجهة الحقيقية الذي قالوا سياسة دولة قطر سان جوجمون صالحة خاسرة لكن ما يعني معناها انه مات له جهاز اعلامي عفوي ما قط ابدا عاد مسيس ما قط ابدا ولا لا وقع مسيس حق ما قط ابدا سمعنا الجزيرة وصحوا لي بيدي انا مالي المتابعين يا طير بعد اكاد اجزم انها ما تقدر تقط وخطة خبر داخلي في الشأن الداخلي القطري ما لا يتناسب مع الحكام في قطر والسياسة القطرية. ما قط ما نعم أكاد وجزم. ما نقع. أكاد وجزم. مثلاً ما قدرنا قطع عليها يا قرار. ثانياً فم ثانياً فم رواية أخرى بدأت في الإعلام كامل المرئي مع الجزيرة وأنا قطعاً أنا ضده قطعاً المدرسة اللي أنا منهم واللي ما هو ما مسموح به فيه. الصورة اللي شوكات صادمة الصورة الصادمة صورة الأطفال ناقعين في دمهم صور بشعة قراونا في المدارس لأنه ما يوخ تلفزة في الدار الناس كاملة تراعي فيه اللي ضعيف عقله راعي فيه والضعيف إيمانه راعي فيه والفاسد راعي فيه والحالق راعي فيه والعربي راعي فيه والزاوي راعي فيه والشير طفل راعي فيه هي ما هي من القنوات اللي لها يشفر حد عن الأطفال اللي قناة إخبارية محترمة عربية مسلمة العنف صورة العنف ثقافة العنف لكن تشين هذا من الأشياء الأولى اللي أنا بعد شخصيا جات مبين معها أنا ما أبغى أشوف شي موزر
والله شي صادم حتى يثقل علي. جيد. إذا الله اللي علمنا لأن جابوا الجواب عن هذه الإشكالية. لا هنا ندخلوا بالموضوع. نعم بشكل سريع لأن بشكل سريع والله كلها يشبر ولاية عود الجزيرة لا حالة ضمن حالات عندها خصوصية. ثانيا قضية دورك دورك تدخلي لي مباشرة أنا تدخلي لي قضية الوثيقة الوثيقة شوف دورة موريتان تبدأ تحرقتك بتقديم الأزمة الخليجية وقرار موريتاني قطع العلاقات ما هي وقلت له إن قاع قد يعود الجزيرة لا ضمن ذاك معني أنا ما اشتفي لا ما قلت عنها مطلب عند السعودية والإمارات وقطر ما تروح ذاك الباطل القطريين يناقشوا شفت أنا اللي نعرف لأن موريتاني قررت قطع علاقتها مع قطر وعلقت السفيرها وطلبت من السفير قطر أنه يمشي على موريتاني يقير مكتب الجزيرة موريتاني مازال مفتوح هي والله ولا رأي مضايق قيس وليس والشخصيات والإعلاميين الموريتانيين اللي قرروا مبادرة منهم شخصية ولهم فيها كامل الحرية لهم يجوا الجزيرة في مقر ويتضامنوا معها في مقر ويعطوها مادة إعلامية واخذتها هي في الجزيرة وبالمناسبة أنا لاحظ أن جميع الفعاليات إصاز إكسبسيون اللي يعدلوا هون موريتانيا مساندة لقطر لأنهم مباشرة مادة إعلامية واخذتها قطر واخذتها الجزيرة في نفس اليوم غطتها واخذتها في نفس اليوم وعطتها مساحة كبيرة على شاشتها. ايوه. لان انت تصور راسي من درايه كان قد باط العفويه اللي حساك وفيت وقفت بها وطرحت التساؤلات التالي فيها. من درايه كان هاو الفعاليات ما خلقوا كاملين لا ياك يعودوا ماده البروباغاندا قطر الجزيره اللي معدل في لا جيستيون ساكريس. راني هون الاعلام القطري اللي هو الجزيره الاخرين ما قد شفته قنوات الاخرين ما نعرف. والاعلام السعودي والاعلام الاماراتي بالمناسبه. الطريقة اللي عالجوا بها هذه الأزمة أنا بقى كمشاهد تحفظي وكصحفية ما نبيها تحفظي أحد بهم اللي قالوا لا كلها وانت يسوق توف الخبر نفس الخبر تجبروا أنتم كلهم يتناولوا من ناحية واللي وعدتوا نفس التصريحات حتى على أنهم قضوا كاملين بمستوى الحقيقة أنا أجلهم فر تنابس بالألقاب وأجلهم كجهات وكدول أنتم الريادة في العالم العربي الإسلامي معناها على أنها الفعاليات اللي خرجوا هون مساندة لقطر حضروا جزء وعطينوا مساحة كبيرة على الجزيرة الشخصيات اللي وقعوا هاي البيان كيف قال لك شخصيات مختلفة مشاربها مختلفة غير هما قاعدين يسولك هما قاعد موريتانيا ترى مهمه عندهم الاهميه اللي عطاوها ما لهم قالوا حتى موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر انا قاعد هذه حسب تقارير وقت في الجزيره ما لهم قالوا حتى موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لا تغريده لفاطمه حتى غزيتي حنيني موجوده في تقارير حنيني انا لك لا شفته انا لا تنيني ما خايني السمع سمعت التقرير لحسن سمعت في تقرير يقول في حتى موريتانيا قطعت علاقتها مع قطر. اعطيني شوي لا هذا تقرير مؤرشف. انا اللي تقول لي انك شفته. ارجع للانترنت بس تخبره. انا بعد شخصيا مع الناس. جابوا لي نشوف صباحتي. حنيني. يا غير نقول لك اني قاعد سمعت تكمل خليك حنيني شوي لحسن. بشكل سريع والله انا مالك لا يتعجلني عن فكرتي موفيها. يا غير مختارك تريزيني. ايوه اعطيني الوقت. الوقت تريزيني لان درك تريزيني. انا خارجه خمس دقائق قبل تنطلق مني. ما نعرف احنا بغيت نشاد الاخبار وشنو تكتي تقولي على قلتلي اداره الازمه ما عجبتك انا كبرتي سولتني انت كان موريتاني قاع مالها ما مهمه عندهم شفت انا قاع كلمه موريتاني ما مهمه واني ما تحملها وما تحملها هون موريتاني ولين نسمعها بلاد مو موريتاني بشان موريتاني دوله وعندها سيادتها وعضو وشريك فعال في ذلك قالوا العالم العربي والمنظومة العربية ولا عند منظمة ما هي فيه وصوتهم نفس كيف أصواتهم متقادين والناس ما تنقاس
اين المادي فقر وياك نوعي. احنا قنيا حتى قنيا بنفاسنا وقنيا بوطننا وقنيا مبادئنا. سمعتنا المساحة اللي عاطية الجزيرة اللي بسطفة عالية وعدلت هون دائما لقطر توحي بعلنها مهمة أنت. إلين وقفوا 30 ما يلحقوا 30 20 رقاش قدام سفارة قطر الليلة الأولى الثاني ومعاهم 10 ولا 15 من النيماش وأخذوها نفس الليلة وقال والشعب الموريتاني بالعبارة سمعت بصيفته. وإلين مشاو الخلطة أنا ما أنا البيان ما قريته تعبير الله قريته حتى وقريت هذا يقيل فيديو وشفتها السابق وشفتها طلعت لي مفاجأة وبحرتشن هو بيالي نراعي في جماعة فيها وجوه نعرفهم كاملي الله بعد جهدهم واقفين ومكسرين وبصفة تريسرونيل رسمية حتى خلعت قاع أن خليك شي ماني عالم بي هي اللي الطريقة اللي واقفين بيها والطريقة اللي توحي قاع بشي ثاني. ولين فتحت له فيديو وشفت وضاح لي حالا على هذا مادة بعد الجزيرة وفعلا خاط نفس الوقت في الجزيرة صبحوا السياسيين والشخصيات والإعلاميين والهيئات والنقابات. أنا رئيسة اتحادية اتحاد إذاعات وتلفزيونات موريتانيا ولعت موقفي أنا من قطر والله مقطع علاقات مع قطر والله مع موريتانيا والله ضده موقفي الشخصي قطعا عنه ما قديل فيه صفة من صفة الاتحاد ولا قد تخلق فيه قرار ولا موقف انقبض فيه ما هو بالإجماع وبعد اجتماع وتشاور قطعا أنهم ما اتصلوا لي يعرضوا لي الفكرة نهائيا. أنا قد لين نقعدوا نحن هل الاتحاد ونقولوا لاهي الصوت ونقولوا لاهي حنيني محمد لين يستقرف عن قلة حنيني ونقولوا لاهي الصوت ونقولوا لاهي الصوت ونقدانا الصوت ابنها ما الصوت ابنها يا غير بعض الناس اللي معايا على الأقل ما جبروا ذيك الفرصة باسم هذه الهيئة لي. أنا كمدير التلفزيون ما اتصلوا لي وكصحفية ما اتصلوا لي هذا واضح له أساس اللي شفت فم الأسماء إلا من رحم ربك فعلا أنتم توجه أساس قلتي أنا قلت أساس أساس جايتة أساس تعرفي معناها بعد ما شريت الكلام أغلبية. الكلام عن آخري قلت أساس ذي اللي شفت أنا يعني قلت أساسه هو ذي الواقفة عليه مبني عليه داكور أنا العربية نعرفها الحمد لله أساسه عنده توجه إيديولوجي معروف أركانه وجل اللي فيها آخر من الناس يجمعهم أساسا معارضة النظام وفعلا فم أسماء أخرين وفم وجوه أخرين وفم موريتانيين صحفيين موريتانيين عندهم علاقة بالجزيرة من نفسها والله علاقات معها أصلا في التعامل والمعاملة والله بينهم أهدي كونترا والله شيء وأنا بعد لو كانوا عيطولي كنت قلت لهم قدر نوقع معاه بي اللي شي كامل فيها أشخاص عندهم كونترا على الجزيرة الصورة اللي شفتانا فيها عمال الجزيرة الصورة في المكتب وليه الصورة اللي شفتانا الصورة اللي شفتانا معناها أنك تتكلم عن رواية خلاص أنا أتكلم أنت سليم يعني إذا بتكلم عن واضح ودقيق أنا تأكلني الأول شفت له فيديو صنت لي تأكلني الأول شفت له فيديو والبيان وراك قريته الأسماء قريت قلت لك عن هذا ما عممت يقال إذا شفت عيني كان والله قريته إذا القضية المطروحة ما 40 شخص أنا واحد نقيم فيها 4 5 نعم الوقت متان راكم لا تشكو متان لا تشكو من طول الوقت وانتم طول الوقت والله لا تشكو من طول الوقت قبلتهم حلو الكلام قبلتهم يا قير الحسن لا يقول لك لاش حانيني من فضلك شتاي الجماعة تكلموا فرد فرد أنا ما قاطعتهم وانت ما قاطعتهم ولا ناقشنا حد أنا قبلت انت مني 10 دقائق وهو يناقشني كلمتي كلمتك تختاروني نلتزم بدل اللي معدلين كامل بسم الله تختاروني تمن لا توخذها علي ونحسبها كرون وترانت سكوند ونعطيك الميكرو والله يا قير لا تعودوا الدور الجزيرة يعني تقتل المسلمين في ترابهم وتعدل لهم التبقي وعندها حرية ما قد حد يسميها بها الجهاز إعلامي وحرية التعبير وتكموني أنا هنا تيالي ما هو قد تكموني لا تعود تقاطعني أنا وحدي أنا ماني مقاطعك تقلع مني الوقت وحدي ويفوت الوقت وفات وقت الحلقة حسبي نحسبه تحسبي أنا تحسبي وعارف عنك قبضتي وقتهم هم الاثنين في بلد قبضت ولا أنت اللي قاطعتك قبضتوا أنت اللي ما زلت تقاطعني أكثر منك أكثر منك إذا ما هو طبيعي الحسن قبضتوا أنت اللي ما زلت تقاطعني لا لا قبضتوا أنت اللي ما زلت تقاطعني عنده نضبط إيقاع الحلقة لا ضبطت ورانك خسرت
نعم خسرتنا نضبط رانك خسرت واشهد على اني لهين مش الصبح نود لائحه الضامر معي اللي الحرقه لهي توفق ما قلت كلمة احنا فاتنا مقاطع تفضلي اذا ساعد اليك انا احنا ما نختار مقاطعك فاهم رجالي يختار من الثاني اذا ما يقدر يطاف 5 دقائق وهي 5 دقائق وانت تقضي 15 دقيقه اذا ما هم العداله فهمتي وتوزيع الوقت يعتمد بالتساوي منين قبلتي 10 دقائق نبه هناك عليه تو عندي تور واخر راني قبلته وعطيته لك انت في الدرس اللي اعطيتني واعطيته له هو والمشاهدين الكرام اسمحوا لي لان سحب من هاي الحلقه بها اللي ما هي موافقتني مرحبا بكم وسهلا مين موافقتك من ناحيه احنا معكم في السحب لا قول بخير